الجديد هو تأخير الملف. نصبوا مجموعة ديال الزملاء على الطرف المدني فاطمة الزهراء الإبراهيمي وزملاء آخرين بالإضافة للجمعيات حقوقية نسائية عن الضنينة ليلى السرغاني، وتأخر الملف بناء على طلب دفاع الطرفين الجلسات 17/2. لا جديد سواء أننا دلينا بواحد الشهادة طبية، لأن الموكلة ديالنا ليلى السرغاني عندها ظروف نفسية وجسدية اللي كتطلب حسب الطبيبة اللي فحصتها نوع من الراحة لمدة ديالها 15 يوم. بناء عليه قررت المحكمة التأخير إلى يوم 17/2.